مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، حياكم الله. الآن إلى فقرة أخبار موضوعات الرواد، والبداية كالمعتاد أبرز العناوين. مجموعة الرواد الأعمال شركات مختلفة تعمل بتناغم كبير من أجل توفير الحلول المتكاملة. شركة الرواد للحلول المتكاملة تستمر في تحديث مواقع شركات مجموعة الرواد للأعمال. وأكاديمية الرواد للتدريب تبدأ في العمل على وضع المحاور التدريبية للمجال التعليمي والتربوي. مركز رواد الأعمال للإنتاج الفني يعمل على إنتاج فيديوهات وتراويج خاصة بالأنظمة والبرامج التقنية. في عناويننا لهذا اليوم، قناة الرواد الفضائية برامج جديدة ضمن المال والأعمال والحلول المتكاملة. موارد للتوظيف تعلن عن عدد من الوظائف في مختلف المجالات. مشاهدينا، من أبرز العناوين نتوقف قليلا مع فاصل قصير، ننتقل بعدها إلى أخبار المال والأعمال ومعرفة أخبار مجموعة الرواد الأعمال لهذا اليوم. أهلا بكم مشاهدينا. تستمر شركة الرواد للحلول المتكاملة في إجراء تحديثات على مواقع الشركات ومؤسسات مجموعة الرواد للأعمال لجعلها تواكب آخر التطورات والأنشطة الخاصة بكل شركة، وتشكل التحديثات تغيير الواجهة الأمامية للمستخدم وإضافة بعض الأيقونات وتعديل مواقع نوافذ عديدة تعمل على تقديم خدمات للمتعاملين. من أجل تحسين تجربة المستخدمين وإتاحة المزيد من الخيارات لهم، يقوم فريق العمل في شركة الرواد للحلول المتكاملة بإجراء تحديثات على مواقع الشركات ومؤسسات مجموعة الرواد للأعمال، وذلك لتلبي احتياجات المتعاملين في كل مكان وإضافة العديد من المميزات لهم ومواكبة التطورات في أنشطة وبرامج الشركات المختلفة. وتشمل التحديثات العديد من الجوانب، منها تغيير الواجهة الأمامية للمستخدم، وأيضا توحيد الشكل الخارجي للمواقع، وإضافة نوافذ جديدة لخدمات الشركات، والعديد من المميزات الأخرى. أعلنت مؤسسة موارد للتوظيف عن عدد من الوظائف المختلفة في مجالات عديدة تشمل المجال الإعلامي والصالونات والمجالات الإدارية المختلفة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الذي تم تحديثه مؤخرا، وإضافة العديد من الخدمات من خلاله. ويمكن التقديم للوظائف بكل سهولة من خلال الموقع بعد قراءة الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة. في إطار سعيها لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة، أعلنت مؤسسة موارد للتوظيف عن وظائف جديدة تغطي مختلف المجالات، ومن بينها المجال الإعلامي وبشواغر عديدة في هذا المجال، وأيضا وظائف في المجال الإداري والمبيعات وغيرها. وبفضل الموقع الإلكتروني المتميز لموارد للتوظيف، أصبح بإمكان المتقدمين للوظائف تعبئة الطلب ومتابعة جميع الخطوات من خلال الموقع الإلكتروني وبكل سهولة ويسر. وتسعى موارد لضمان حصول الشركات على الموارد البشرية مدربة ومؤهلة قادرة على تحقيق الأهداف العامة والنجاح للأعمال. تبدأ خلال أيام مشاهدين أكاديمية الرواد التدريب في العمل على وضع المحاور التدريبية الخاصة بالبرامج التدريبية في المجال التعليمي والتربوي، والتي تركز بشكل كبير على مساعدة العاملين والراغبين في الدخول لهذا المجال ولأهميته الكبيرة وارتباطه بالطلاب من مختلف الأعمار. سوف يعتمد فريق العمل في الأكاديمية التدريب بالتفكير على النماذج ويعزز الجانب العملي في البرامج التدريبية، كما سيتم تطبيق منهجية الرواد للتدريب الذكية. يقوم مركز رواد الأعمال للإنتاج الفني بتصميم وإنتاج إعلانات وتراويج خاصة بالأنظمة والبرامج التقنية التي تقوم بتصميمها شركة الرواد للحلول المتكاملة، وذلك لتعريف المتعاملين بكيفية استخدام تلك الأنظمة وأيضا عرض مميزاتها بشكل مبتكر وجديد. ويحاول فريق العمل في المركز تبسيط الخطوات وجعلها سهلة الفهم والإدراك للمتعاملين من خلال تبني أفكار خلاقة وأنماط إنتاجية مختلفة.
في أخبارنا مشاهدينا أيضا، تواصل قناة الرواد الفضائية تبني مواضيع التنمية البشرية والحلول المتكاملة، كما أنها تفرض مساحة مقدرة للمال والأعمال. وقد بدأت القناة بث أولى حلقات برنامج دنيا المال والأعمال، والذي يتناول آخر أخبار الشركات وأيضا مستجدات إكسبو 2020 دبي وتحليل الأسهم والعديد من الفقرات المختلفة. يأتيكم مشاهدينا البرنامج يوميا الاثنين والخميس من كل أسبوع. مشاهدينا، هذه الحلقة متواصلة معكم، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد عبر قناه الرواد الفضائيه. نواصل تقديم اليوم اخبار رواد اليوم ونلقي من خلالها اليوم على نظر على احوال الطقس ودرجات الحراره الدنيا والعليا ونسب الرطوبه المسجله في دوله الامارات العربيه المتحده لهذا الصباح. بعد استعراض درجات الحرارة مشاهدينا ونسب الرطوبة، دعونا نستعرض سويا أبرز ما ستشاهدونه خلال هذا اليوم على شاشة قناة الرواد الفضائية من برامج مباشرة ومسجلة. متابعة طيبة نتمناها لكم مشاهدينا. وصلنا لنهاية أخبار رواد اليوم، والتي من خلالها استعرضنا العديد من الفقرات أبرزها عناوين الصحف الإماراتية وأخبار المال والعمل. حتى الملتقى في حلقة جديدة، تقبلوا خالص تحياتي عمر نور الدين وتحايا فريق العمل argroup.ae دائما للمزيد. كما يمكنكم متابعة بث حي القناة وبرامجها المختلفة على الموقع ذاته. نسعد بتواصلكم معنا عبر الرواد جروب في فيسبوك وتويتر ومشاهدتكم لحلقاتنا على RBC TV. دمتم بألف خير وعافية، أشكركم على حسن الاستماع وطيب المتابعة.